بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة جاي اتكلم معاكم عن روشتة الترجيع للأطفال الفومتينج. لما نيجي نتكلم عن الفومتينج للأطفال نقدر نقول بكل بساطة إن الترجيع في حاجتين أساسيتين بيتكتبوا في الروشتة بتاعتنا. نقدر نقول إن احنا بنكتب أول حاجة فيتامين بي 6 بيد أمبول، ده أو زفران أمبول أو زفران أمبول أو زفران أمبول، يبقى فيتامين بي 6 أمبول. طب فيتامين بي 6 إيه المنتجات اللي موجودة فيها فيتامين بي 6 بيد أمبول؟ نقدر نقول ريكورتيجين، ده من ضمن الحاجات اللي هنستخدمها لعلاج الفومتينج او الترجيع للأطفال عند اللزوم. تاني حاجة نكتبها معانا، هنكتب موتي نور مش شراب، ده شراب 3 مرات يوميا، شراب 3 مرات يومي. دي كده يا جماعه الأدوية الآمنة بالنسبة للطفل للترجيع، بالنسبة للطفل للترجيع اللي هو فيتامين بي 6 بيد الزفران أمبول، وده أمبول بناخدها عند اللزوم. وبناخد حاجة تانية اللي هو الموتي نورم شراب، ده شراب 3 مرات يوميا. وكده نكون خلصنا الروشتة بتاعتنا النهاردة. شكرا ليكم، كان معكم الدكتور أحمد عطية الدهشان من اسطنبول.